أنت تخصصك في علم الصوت، صحيح. وأنت الآن يعني يعني أخذت الدكتوراه في هذا، رسالتك الدكتوراه في علم الأصوات، صح؟ نعم. إيش الرسالة بالضبط؟ المقامات تحت ضوء الكتاب والسنة، كان بحثي حول المقامات قبل الإسلام وبعد عجيب. الإسلام. قبل الإسلام وبعد الإسلام هل كان في أحد يهتم بالمقامات، أو إنك أنت بتقعدها زي ما قاعدوا الناس اللغة مثلا؟ نعم. كيف كانت دراسة المقامات في قبل الإسلام؟ عجيب، شيء عجيب. ومن هم اللي كانوا يتقنوا المقامات؟ أيوة صحيح. شوف، يقول الله عز وجل: ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. غلبت من مين الروم قبل الإسلام؟ غلبت من فارس، فكانت فارس في ذلك العهد قوة عسكرية، قوة اقتصادية، وقوة ثقافية. ثقافية، يا سلام، جميل. لتجد ذلك تجد أغلب مسميات المقامات نهاوند. وين نهاوند هذه؟ نهاوند هذا في بلاد فارس، صح؟ في بلاد فارس. وكذلك بعض المقامات الفرعية لها مسميات كثيرة. فكانت فارس ذلك الوقت تهتم في المقامات بشكل عجيب. وقيل عن المقامات أن كان عندهم في كل يوم مقام مدار السنة 360 مقام. عجيب. نعم. تخيل هذه الثقافة وهذه القوة وهذا الصيف اللي كان، وذكر الله عز وجل في القرآن، فكانت مسيطرة السلطة. طبعا اندثرت هذه المقامات ولا نعرف إلا قليل منها طبعا. فمن هنا عرفنا انتشار المقامات لدى فارس وبلاد السند والهند، تمام. ولكن أحد المستشرقين الفرنسيين يقول إنه لم أجد من أتقن هذه الفنون من الهند وبلاد العرب. فبدأت العرب هنا تخترع وتكتشف، والحجازيين لهم دور كبير، لهم مقامات خاصة بهم كثير. الحجازيين أنت تتكلم من عهد، خلنا نتكلم عهد قريب، يعني خلنا نقول الحجاج بن يوسف. هو نسب المجس إلى الحجاج بن يوسف في عهد وفي سوق عكاظ، ترى هذا معلومة. تجدهم إلى الآن إذا قام الشاعر يقول قصيدته الشعرية فجأة تلقى يلحنها. يقول مثلا خلينا نتكلم بالنبطي، مثلا إذا قال مثلا: يا الله يا الله يا رافع سماواته، يا مالك الملك جبار السماواتي، رب كريم تعم الناس جوداته، كريم ما غير جود الرب جوداته نخشى. فيبدأ هو إيه؟ يقولها أداء ثم يلحنها. التلحين هذا هو النغمي، هو الصوتي. إن كان طبعا في عهد الحجاج أو ما قبل أو ما بعد كانوا يغنون باللغة العربية. تعرف اللغة العربية تغيرت على الدولة الفاطمية أعتقد، أو في الفترة هذيك أو قبل، بدأت تتغير. يعني بدأت اللهجات على ما يقولوا تتغير، كانت في بدايتها بداية حروف، ثم تغيرت لكنة كاملة ولهجة كاملة. فصار لكل قوم من فترة العربي يؤدون ويتكلمون بلهجتهم المحلية، ولا يتكلمون باللغة العربية الفصحى، وإن كان بعضها تجد فيها أصول للغة العربية الفصحى. لكن هنا تغير اللغات في المجتمعات العربية، بانت أيضا مقاماتهم وتراثاتهم النغمية. جميل. فالمرجع لحجاج بن يوسف لما كان في سوق عكاظ كان يؤدي الشعر بالشكل هذا. تتوقع سوق عكاظ والناس الهلم اللي يجوا من كل مكان ويتداولوا الشعر كله أداء كذا ارتجالي؟ بان السعاد وفعاد الغني المشتوق وكذا يقولونها؟ لا، أكيد كانت تتلحن بعضها في فعاليات. لا لا، وينشدونها بعضها ويرددون بعضها أكيد. إن كان يعني الآن الشعر إذا كان في أحد البرامج وكثير من البرامج يقولها ويقوم يلحنها. كانت أيضا نفس النظام هذا. وهنا يعني قيل، يعني الله أعلم، المجس الحجازي بأدائه بأنغامه بفروعه بهذه الطريقة. يعني